السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم احبتي الكرام في هذه المداخله والتي سوف نتحدث فيها باذن الله تعالى عن وعود اطلقها الرئيس عبد المجيد تبون اثناء حملته الانتخابيه بل انه طلب بأن نذكره في حال لم يوفي بوعوده وعهوده. وهذا الذي قاله بلسانه وصوته. غدوه جيب هذا الكلام اللي نقول فيه، جيب لي الشريط قال هواش قلت في بيتنا وراك ما طبقتش. <applause> انطلاقا من هذا الكلام اخواني الجزائريين يسعدنا ان ناخذ عينه من خطابات المترشح انذاك عبد المجيد تبون والتي اطلق فيها الكثير من الوعود وطبعا هذا يندرج في اطار ليس ترصد العثرات كما قد يتوهم البعض بل ان الامم الحيه دائما تحاسب المسؤولين على وعودهم وتتبع خطواتهم خطوة خطوة ولا تقدم لهم الأعذار أبدا. كل من يتولى المسؤولية لا يجب أن نعذره. إذا بدأنا نقدم له الأعذار فهو سيتوقف ويتراجع وبعد ذلك لن يقدم شيئا. نذكر أن الرئيس تبون أثناء حملته الانتخابية دار تجمع في باتنا في 23/11 2019. وأطلق الكثير من الوعود خلينا نمشي معاه نقطة نقطة ومن بين الأمور التي قالها تبون استمع الديمقراطية تبدأ بالصندوق احنا قلتها ونزيد نكررها وقالوا لي راك تكرر فيها بزاف هذه قناعتي والظرف يتطلب باش نزيد نكرروا هالأمور هذه الحراك اللي خرج وطهر البلاد من المأساة و... وجنب البلاد المأساة اللي كان باش يعيشها وسمح بإلقاء القبض على بعض من العصابة هذا الشعب هذا طالب أول ما طالب به باش نكونوا نكونوا واقعيين الإنسان ما يقدرش يطالب بحاجة ويطالب بالعكس نتاعها 12 حتى 14 مليون جزائري كانوا يخرجوا كل جمعه طالبين بتطبيق التطهير بالطبع الغاء الغاء ما, ما ما كان من انتخابات انا ذاك والغاء التمديد والغاء 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 وصلنا حتى لاستقاله الرئيس ثم طلبوا بالتطهير طلبوا بعض الوجوه اللي كانت معروفه انا ذاك ومشاو ولكن طلبوا باش يسترجعوا السلطه الشعب يسترجع السلطه بالماده السابعه هذا واش طلب الحراك واضح ان تبون هنا اشاد بالحراك الحراك الشعبي وان الحراك الشعبي سمح بالقبض على بعض بعض العصابه من العصابه معناها انها بعض فقط يعني ما زالت العصابه خارج السجن ترى من هي من هي العناصر الاخرى التي تم القبض عليها ما بعد تولي تبون الرئاسة لكن هنا فيه مغالطة أن تبون قال بأنهم طلبوا بمشيء بعض الوجوه ورهم مشاو لا هناك من ما هناك من زاد تولى مسؤوليات بل أن هناك من مشاو عاود رجع هناك من دخل السجن وعاود خرج وهناك الذي علم به الجزائريون وهناك من لم يعلموا كاين ناس خرجوهم تحت الطاولة ومسمع بهم حتى واحد أحد وخلاص وانتهى الموضوع إذا تبون أنت تنظر إلى أن الحراك طالب بالتطهير ترى هل مارست التطهير ما بعد ما بعد توليك المنصب ترى من هي الأسماء الجديدة أو القضايا الجديدة التي فتحت في إطار مكافحة الفساد لتكمل على كل العصابة أنت أيها الرئيس ذكرت أنه بعض العصابة البعض من العصابة معناها كل العصابة لم تسجن ما زال الكثير منها خارج السجون ترى هل فتحت أبواب السجون مرة أخرى إلى ناس آخرين أو فتحت قضايا جديدة ما تقول لي هدى فرعون وغيره كل مرتبطين بقضايا فتحت قبل تولي تبون السلطة كلهم أعطيني قضايا جديدة فتحت في عهد تبون لا حسب معلوماتي وحسب متابعاتي لم تفتح أي قضية جاوب الجزائريين أيها الرئيس ونحن الآن نذكرك بما قلت وبناء على ما أوصيت به أمر آخر أن الرئيس تحدث عن المرحلة الانتقالية وهذا ما قال المرحلة الانتقالية نعرف كيف تبدأ ولا واحد ما عدا الله عز وجل اللي يقدر يعرف كيفاش تنتهي وما هي المآسي والمأسات اللي ممكن تنجر عنها والانزلاقات اللي ممكن تنجر عنها ولا واحد كان يتوقع في المرحلة الانتقالية تاع 92 أننا نوصل لهذا الشيء تبون فاهم مرحلة الانتقالية بطريقة خاطئة وحب يقول بأن اللي حدث في 92 مرحلة انتقالية لم تكن مرحلة انتقالية تلك مرحلة انقلابية هذه الحقيقة، وأنا دائماً لا يعني أني عندما أقول هذا الكلام أنني أدافع عن الفيس. الفيس كانت أكبر غلطة أنه أعطي الاعتماد إلى بعض المتطرفين حتى صار لهم حزب وأوصلوا خطابهم إلى كل الجزائريين وتذكروا وين بلغ الكراهية وين وصل التطرف وما إلى ذلك. إذاً مفهوم المرحلة الانتقالية في نظر تبون هي ما قام به الجنرالات في الثنين ما قام به خالد نزار واللي معاه في الثنين وتسعين هذه ليست مرحلة انتقالية أيها الرئيس المرحلة الانتقالية شيء آخر لأرادها الحراك الشعبي أو أطراف على الأقل في الحراك الشعبي طالبت بمرحلة انتقالية إعادة بناء مؤسسات من جديد بناء النظام من جديد عيد انشاء مثلا مجلس تاسيسي يدير دستور جديد كذا كذا مثل ما حدث في تونس تونس مرت بمرحله انتقاليه حقيقيه افضت الى دستور افضت الى مجلس تاسيسي افضت بعد ذلك الى برلمان بعد ذلك رئيس منتخب كل هذه الامور هذه هي المرحله الانتقاليه ترى انك ايها الرئيس حذرت من المرحله الانتقاليه بالمفهوم نتاع 92 جيد انه في ذلك الوقت رفضت انه نسير بالطريق اللي مشاو عليه إيه خالد نزار وتوفيق وجماعته في 92 ترى كيف سيكون ردك على المرحله الانتقاليه التي التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ترى الذي قال لال انك شجاع وسيدعم الجزائر في المرحله الانتقاليه وتحدث عليها مرتين تحدث عليها في مارس 2019 لما استقال بوتفليقه وزاد تحدث عليها في الفتره اللي كان يتواجد فيها تبون في 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 المستشفى بالمانيا هذه هذه حقيقه ترى ولم نسمع رد من المسؤولين ولا اي واحد قالوا لا المرحله الانتقاليه خطر الا اذا كان مرحله انتقاليه بصيغه اخرى اخرى ويجري العمل على ارسائها وتنفيذها وفق رؤيه تطبخ ما بين الاليزي والجزائر. بعد ذلك هناك من طالب تبون ان يعطيه البرنامج قالوا له صح 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 نعطيك البرنامج نعطيك البرنامج نعطيك البرنامج اذا قالوا نعطيك البرنامج ترى ما هو البرنامج ما هو البرنامج الذي قدمه تبون قدم واحد العهود اكثر من خمسين وعد للجزائريين وقالك بأنها تلخص برنامج لكن برنامج عملي كما تقدمه كل الدول وكل الرؤساء الذين يترشحون في, في في الدول برنامج واضح ومؤسس وكذا في المرحلة الأولى ماذا سأحقق في المرحلة الثانية ماذا سأحقق حتى الناس اللي تقدم على تأسيس شركة معينة أين يعمل برنامج معين المرحلة الأولى المرحلة الثانية ماذا سأحقق المرحلة الثالثة ترى أين هذا البرنامج؟ ذلك عدة مرات قلت لكم أن تبون ليس له برنامج تبون كان يطلق فقط في كلام أم وكان في ذهنه أنه سيطبق ما يقول له صالح كان يتحرك ضمن غطاء الجيد صالح لذلك لما رحل الجيد صالح لقى روحه بلا غطاء ولقى روحه يخبط خبط عشواء ينتظر في قيادة الأركان وينتظر في شنقريحة والجماعة نتاعو باش يقولوا له ما هو البرنامج لذلك حدثت ما تشبه الردة الحقيقية عن المسار لأنه لم يكن لديه مشروع مشكلة تبون ليس له مشروع وليس له رجال جا بيهم وينفذ بيهم جا حتى ناس كانوا معاه في الحملة الانتخابية رفضوا له المخابرات يدخلوهم معاهم للرئاسة داروا عليهم تحقيقات وقالوا له لا ما يدخلوش دخل وحده ولقى روحه في حقل نتاع من جماعة ويحيى وجماعة الأخرين وشفتوا كيفاش واش صرالو مع كورونا وكيفاش بهدلوه بتلك الاخبار الزائفه والخاطئه اللي نشروها. طبعا عندما طالبه المصفقون في عمومهم الذي حضروا القاعه يعرف غير يصفقوا للاسف الشديد عندنا شعب في جزء كبير يعرف غير يصفق اللي يجي يلعب له على مشاعره وعواطفه يصفق له ماذا قال البرنامج؟ ها واش قال لهم؟ من الوضع اللي فيه يبدا بتغيير فوري. للدستور تاليها التغيير التغيير في السلوكات التغيير في السلوكات نخلي الجزائريين إن شاء الله يحبوا بعضهم بعض ما يكرهوش بعضهم بعض الجزائريين يحبوا وطنهم وبس نألف بين القلوب نحبس الزور والتزوير راكم لاحظتم مؤخرا بعد المؤامره تاع 2017 جاءت المؤامره تاع 2019 بنفس الاساليب ونفس المال ونفس العصابه ونفس القوى لم يذكر التعديل، ذكر التغيير، ربما راه يقصد التعديل قال تغيير فوري للدستور، معناها دستور جديد هذا هو المنطق تغيير يعني تجيب حاجه تحطها في بلاصه حاجه اما ان تدخل تعديلات فهذا يسموه تعديل ولكن الكارثه ان الرئيس لم يغير الدستور جاب احمد العرابه جاب له الدستور اللي داروا بوتفليقه وكان راح ينفذ بوتفليقه فقط زادوا له في الديباج الحركه الشعب فقط دستور بوتفليقه لم يغير الدستور لم يغير الدستور كما كما وعد بل جاب دستور بوتفليقه وتم شرعنته بأقلية الأقليات في ظل مقاطعه شامله وكامله ويعني حادث سيبقى وصمة عار في تاريخ الجزائر طبعا كعادة المترشحين للانتخابات دائما يطلقون الوعود والعهود من دون دراسة لأنهم تهمهم عواطف الجماهير يهمهم الناس تروح تفوتي عليهم وبعد ذلك يدخل الرئاسة لأنه لا يوجد حساب لو كانت الدولة لديها برلمان حقيقي لديه صلاحيات يحاسب المترشح يحاسب الرئيس على وعوده وعندما يكمل العهد نتاعه يخضع للحساب على كل وعد أطلقه إذا لم يتحقق يتهم بالنصب والاحتيال السياسي على 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 المواطنين لكن ما دام ما كانش حساب يجي واللي رئيس يطلق وعود كم من وعود أطلقها بوتفليقة وقبله وغيره وإلى يومنا هذا ما تحقق منها شيء آه هذه الإشكالية أما آه تبون أيضا نفس الحكاية ترى ما هو الوعد الذي وعد به سكان باتنا ومن خلالهم طبعا إلى كل تشغيل. أنا ملتزم أنا ملتزم وهذه ولاية الالتزامات ملتزم بأن القرار اللي اخذته الحكومة مؤخرا داع إدماج 400 ألف ما قبل التشغيل أنا نوصلها ونوصلها بالسرعة اللي تلزم هما <applause> هما قروا 100 ألف أنا نقول لكم نحاولوا في السنة الأولى باش ألف إن شاء الله يندمجوا السؤال اللي نطرحه الآن هل فعل أنه حل هذه الإشكالية؟ ما قبل التشغيل أذكر أنها في 20 نوفمبر 2020 وعدت الحكومة بدراسة هذه الملفات أين وصل؟ أين وصل هذا؟ نترك هذا الأمر إلى سكان باتنا اللي قال لهم بانني اطلقت عليكم اطلقت لكم وعود وذكروني بها وذكروني بالفيديو اذا نسيت وشيء من هذا القبيل كما ذكرنا في بدايه الحلقه واظهرنا الفيديو ترى قولوا له اي سكان باتنا ماذا تحقق في قضيه عقود ما قبل التشغيل سنفرد حلقه خاصه الى هذا الامر في الايام القادمه عندما نجمع كل التفاصيل بخصوص هذا الملف امر اخر ان الرئيس عبد المجيد تبون وعد بفصل المال عن السياسه واستمعوا الى مختلف مستويات نفصل المال عن السياسه فصل المال عن السياسه يعني اتاحه الفرصه للناس اللي ما عندهمش المال باش يمارسوا السياسه ما يقدرش اليوم يترشح المجلس بلدي ولا مجلس ولائي ولا مجلس الوطني الشعبي إلا ما عندوش المال ما يزاحمهمش إذا يكون فيه قانون انتخابات إلا كان الشعب قرر الثقة نتاعو تكون فيا أنا في الثلاث شهور ربع شهور الأولى تكون فيه قانون انتخابات آخر قانون انتخابات اللي يجرم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باش نفوتوا المشعل حقيقه وبصدق للجيل اللي راه طالع مثل ما دانوا فينا الناس قال في الثلاثة أشهر والأربع أشهر الأولى يكون فيها قانون الانتخابات معناها في الشهر الأول كان راح يكون الدستور الآن مرت سنة والآن رانا في الثلاثة أشهر الأولى ما بعد عام قد يقول قائل بأن جائحة كورونا جات أخرت كثير من الأمور وأن أن وضع الصحي أخر أيضا كثير من الأمور ولكن هنا يجب أن ننبه إلى أمر هام فكرة أنه تجريم فصل ما بين المال والسياسة جملة تطلق بطريقة فضفاضة طريقة فضفاضة هو أصلا البرلمان اللي موجود الآن كل برلمان الشكارة لم يتحدث يوما على حل المؤسسات أهم أمور هي المؤسسات اوكي تقول لي ندير قانون انتخابات باش بعد ندير برلمان ننتظروا واش راه القانون الانتخابات هذا اللي راح يديروا تبون اللي راح يخلي الشباب اللي ما عندوش ما عندوش باش يخلص قهوه يصبح رجل سياسه ننتظروا واش راح يقو واش راح يجي الله اعلم هل سياتينا بعد ذلك بعد قانون انتخابات برلمان حقيقي ام انه لا يمكن ان يترشح الا من توافق عليه الاجهزه وتصير ايضا الاحزاب السياسيه تبيع 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 المناصب تبيع مناصب الترشيح وهو الذي اعترف به طليبه حول جبهه التحرير والبرلمان اللي موجود الان واللي صدق له على الدستور واللي 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 صفق للدستور واللي مازال اللي شرع للدوله الدوله الجزائريه هو برلمان جاء عن طريق المال عن طريق شراء الذمم عن طريق شراء الأصوات عن طريق شراء شراء القوائم الانتخابية وما إلى ذلك ما زال أكثر من سنة وهو نفس البرلمان أمر آخر مهم أن تبون وعد بمحاسبة العصابة لنستمع له أنا نتعهد على, على العصابات تتحاسب ونعاودوا المحاسبة نكمل المحاسبة العصابة تتحاسب ونزيد نكمل المحاسبة السؤال هل حسبت الم... العصابة قبل قال أنه فيه بعض العصابة بعض عناصر العصابة وهنا ذكر العصابة معناها أنه مازال يزيد دخل الناس تاع العصابة إلى السجن يحسبوهم لكن الذي شهدناه توفيق خرج من الحبس نزار اللي كان فار في الخارج رجع وراح يزيدوا يرجعوا جنرالات اخرين هناك مفاوضات بيست... لعوده الشكيب خليل خليل هناك ايضا مفاوضات مع رؤوس المال والاعمال ان يكون يشتري حريته حريته ويشتري توقيف المتابعات بحقه باستعاده الاموال اللي اداهم للخارج حتى حتى تعتبره الدولة أو يعتبره النظام الحاكم إنجاز له فقط وهكذا ترى أين محاسبة العصابة رأس العصابة هو عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة بعدما فاز تبون في تلك الانتخابات وتولى الرئاسة زاروا نعم زاروا أخوه أصلا سعيد بوتفليقة في آخر كرنفال حدث في محكمة العسكرية بالبوليدة في إطار آر المحاكمة اللي حدثت التوفيق وترطاق والسعيد وحنون ذكر لهم خوه قال لهم موجود جيبوه وكم من مرة حتى سلال مرة في محاكمة ذكرهم قال لهم جيبوا الرئيس خليه ولكن ليومنا هذا ما حبوش حسبه البعض يجي يقول لك عنده حصانة لا هذا سقط في ثورة شعبية من المفروض هكذا لا حصانة لمن تسقطه ثورة شعبية تكون عدالة انتقالية تكون قوانين انتقالية تكون أمور استثنائية عندما تكون هناك ثورة شعبية تكون بهذه الأمور أما هذا الشكل فأين هي العصابة التي يتحدث عليها ويحيى قال لك راهم هبطوه للصحراء راهم مدريناش كيفاش عايش هناك الكثير من اللي دخلهم القايد صالح للحبس أبس عسكريين وضباط كبار متورطين في الفساد خرجوهم وما زالوا راح يخرجوا عمارة بن يونس خرجوه جميعي خرجوه وما زالوا ما زالوا راح يخرجوا والأيام بيننا أعطينا ملف تم فتحه بأمر من عبد المجيد تبون جديد غير الملفات اللي أمر بهم القايد صالح من قبل ما كانش وين وصلت مكافحة العصابة ومحاسبتها يا سيد تبون نمر لنستمع إلى المترشح أنا ذاك والرئيس الحالي عبد المجيد تبون ماذا يا يعني؟ بالنسبة للشرطة بالنسبة عاودوا استدعاوهم الخدمة الوطنية الملف راه عندي انا لما نلتزم راني في ولايه راني في ولايه اللي الكلمه تسوى فيها اطنان سجلها عليا سجلها عليا الى قدر ربي سبحانه والشعب قرر غدوه جيب هذا الكلام اللي نقول فيه جيب لي الشريط قال هواش واش قلت في بيتنا وراك ما طبقتش نعم ونحن من هذا المنطلق جبنا لك الشريط ونقول لك ايها الرئيس راك ما طبقتش ترى ماذا انت فاعل وايضا ان ذلك يندرج ضمن انك في اول خطاب لما توليت الرئاسه هذا الذي قلته حرفيا واني ادعوكم جميعا لكي تكونوا سندا لي ساعدوني وشجعوني إذا أصبت. وقوموني وصوبوني إذا إذا جانبت الصواب. كونوا الجدار المنيع الذي يقوي ويحميني لكي نكون جميعا مفخرة لجزائرنا العزيزة الغالية. خلاص نحن من هذا المنطلق نذكرك ونقول لك أنك ما طبقتش وإذا كان ما قدرتش خبر الجزائريين ما هي العراقيل التي تواجهك بشفافية وأنك قبل قلت ما مجال للزور والتزوير أنت تكلمتها بنفسك نحبس الزور والتزوير والزور الذي يجري الآن كبير حدث مع مرض الرئيس زور كبير وأكاذيب كبيرة التزوير حدث أيضا حتى في الاستفتاء يكفي قمة الزور أن أقلية الأقليات تنتخب على دستور يحكم كل الجزائريين هل يعقل ثلاثة مليون دستور يوافق عليه ثلاثة مليون من دولة عندها خمسة مليون مواطن هيئة ناخبة فيها أربعة وعشرين مليون منتخب أليس هذا زور أيها الرئيس على كل حال نحن الآن نذكرك أين الوعود وعدت بمحاسبة العصابة كلها فتح ملفات استرجاع الأموال استرجاع الأموال لم تسترجع شيئا أين هي الدولة ونحن ندرك تماما أنها وعود فارغة يمكن أنكم تتغلبوا على بعض الأشخاص اللي موجودين في الداخل تصدروا لهم أملاكهم الأموال التي تقدر بالمليارات من الدولارات كلها في الخارج هاي هسترجع فقط تونس تونس رغم ما حدث فيها ونجاح ثورتها هل استطاعت ان تسترجع ما كانت تسميها اموال بن علي الى الخارج لم تسترجع شيئا اموال القذافي اين هي اللي في الخارج الاموال اذا راحت للخارج تطير في السماء وطهبت ما تقدرش ترجعها والسلطه ادركت هذا فارادت ان تضرب عصفورين بحجر تسترجع بعض الاموال وتقول راني استرجعت الاموال تحقق مكسب سياسي، ايضا توقف ملفات مكافحه الفساد والمحاسبه والمعاقبه التي لو تستمر في ظل قضاء مستقل ستطال الكثير من الذين يصنعون القرار الان في السلطه، لذلك ليس من مصلحتها ان تستمر هذه حمله محاربه الفساد. أمر آخر هناك أشخاص يريدون إخراجه من السجن، لذلك يروج أنه تفكر بإسترجاع الأموال عن طريق صفقة من هذا مقابل أو توقيف المحاسبة. أمر ثاني أن هناك مخطط لعفو شامل، العفو سيطالب المساجين الذين تم توقيفهم في 92 و93 اللي عندهم الان آن 27 سنه وهم في السجون كلهم ساكن المرض من جماعه الفيس وكذا وكذا كان ناس والله ابرياء لم يتورطوا في شيء طبعوهم في ذلك في المحاكم الخاصه وحكموا لهم بالمؤبد والاعدام ولم ينفذ فيهم حكم الاعدام راهم ما زالوا يقبعون في السجون ارادوا استغلال ملفاتهم ويدخلوا لهم ناس اخرين إن مش هم حابينهم يتحاسبوا لأنهم إذا تحاسبوا رايح يجيبوا معهم آخرين إن هذه أيضا نقطة ولذلك نقول أن عدم محاسبة بوتفليقة هو من أجل حماية الكثير من الرؤوس لأنهم كانوا يدركون أنه لو يأتوا ببوتفليقة إلى المحكمة ولن يتضرر سواه ومن معه ما تردد لحظة عدم محاسبة بوتفليقة لأنه س تطال الكثير من الرؤوس ولن يسلم حتى عبد المجيد تبون نفسه. لذلك لا يريدون محاسبه العصابه بهذه الطريقه. في اخر هذه،, هذه 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 الوعود والعهود نستمع الى اخر ما تعهد به عبد المجيد تبون كلمه اللي نعطيها للشباب وتسجل عليها الى يوم القيامه. أن نتكفل بالشباب من ناحية السياسية من ناحية الشغل من ناحية الاستثمار حتى نخلق طبقة جديدة نخلق طبقة جديدة في هذه البلاد تاع سياسيين تاع مقاولين تاع رجال أعمال ينبثقوا من الشباب والوسائل موجودة في قوانين وتطبيق القوانين أنا متأكد بأن الذين يشاهدوننا الآن الكثير منهم سيضحكون من هذه الوعود التي تطلق بطريقة جزافية نتعهد لهم نخلق منهم طبقة سياسية كلام فارغ كلام فارغ كلام فارغ لا يصلح دولة هذا كلام يطلق على عواهنه فقط من أجل دغدغة مشاعر المنتخبين فقط نعم هذه الحقيقة أما الواقع ليس هكذا خليك ترى أيها الرئيس ماذا حققت خلال الفترة هذه للشباب هل تولى الشباب مناصب حتى الشباب اللي صغار اللي حطيتهم في الحكومة هذا ططاه مرت سلال وهذا كان مقرب من ويحيى ما جبت شباب حقيقي من نخب الحقيقية اللي ممكن يمثلوا الجزائريين ترى أين الشباب الشباب اللي كثيرهم يتظاهروا ومازالوا يطالبوا بالتغيير بينهم الذين تم الزج بهم في السجون في الوقت اللي يتبرأ توفيق من السجن فيهم شباب حكموا لهم بسنوات هات لا لشيء إلا بسبب منشور على صفحته في الفيسبوك الشباب اللي مازال يحرق اليأس الذي يعاني منه الجزائريون والقنوط بلغ منتهى في هذه المرحلة ادخلوا اي اجهزه الامن روحوا ديروا عمليه عمليه مسح الى شبكات التواصل الاجتماعي ستدركون مدى الياس الذي صار يعاني منه الشباب، يحلمون بالحرقه، الحرقة عادوا رجعوا بقوه ارواح للجزائريين اللي موجودين حراقه لهنا في بارباس في باريس وغيرها, وغيرها وفي مرساي وفي كثير من المدن وفي اسبانيا وفي ايطاليا كيف ترجع الشباب؟ قبل ما تفكر أن تخلق منه طبقة سياسية رجع له أولا ثقته في بلده ثقته في مؤسسات بلده والشيء اللي درته أيها الرئيس على هذه الفطرة كلها زادت زعزعه ما تبقى من الثقه، وقضى على ما تبقى من الامل او ما كان موجود من الامل والذي صنعه الحراك الشعبي وصنعته التفاف المؤسسه العسكريه مع الحراك الشعبي في مرحله 2019، هناك من خلق له امل وهناك طبعا من لم يثق في المؤسسه العسكريه هي التي قالت بانها رافقت الحراك انذاك والقيد صالح تعهد بتلك التعهدات، لا نستطيع الان ان نحاسب عليها القيد صالح بعد رحيله، إيه بل نحاسب عليه شنقريحه الذي يتولى المسؤوليه وفي المنصب الذي كان فيه القيد صالح، ونحاسب عليه الرئيس الذي يقول انني رئيس مدني وانني صاحب القرار وصاحب السلطه. اخواني الكرام، اردت من هذا المقطع وهذه المداخلة أن نذكر الرئيس على ما قاله بنفسه وأترك الجزائريين ينظرون إلى واقعهم، هل هذا الرئيس قدم شيئا؟ هل هذا الرئيس قدم شيئا؟ ماذا الوعود التي أطلقها؟ قدم شيء واحد وهو الدستور، هل هو الدستور هذا في مستوى تطلعات الشعب؟ هل الدستور استطاع أن ينجح الرئيس في إقناع الشباب فقط يذهبوا الى صناديق الاقتراع، لا يذهبوا فقط لا يخ... يكونوا سياسيين، لم تقنعهم حتى يروحوا يفوتوا على الدستور. اليست هذه كارثه ايها الرئيس يجب ان تدفعك الى مراجعه نفسك، مراجعه محيطك، مراجعه برنامجك، اذا كان عندك برنامج حقيقي، الشباب يائس، الشباب بائس، الشباب يبحث عن الهروب من هذه البلاد. وانت تقول اخلق منه طبقه سياسيه حتى الطبقه السياسيه اللي حاولت تخلقوها خلقتوها من ابناء طاطا وطونطون اللي يعيشوا في الاماكن الراقيه في العاصمه وهذا امر معروف ادخلوا اذهبوا الى الجزائر العميقه في الصحراء في الشرق الجزائري ستجدون شباب يتمتع بامكانيات وقدرات ضخمه وكبيره ولكن للاسف يجري تهميشه وان اشتكى على صفحته في الفيسبوك يجد البوليس يطاردونه في شوارع بائسه من مدينته اليائسه والبائسه ايضا ليس هكذا تسير الدول يا ايها الرئيس ومن اراد ان يتولى المسؤوليه فليكن في مستواها فليكن صاحب قرار فليكن صاحب همه بل عليه ان يعي وان المسؤوليه تكليف وليس التشريف وأن الوعود هي عهود يشعر بها الرجال عندما يتحملون مسؤوليتها وعندما يطلقونها حتى بين أنفسهم فضلا أن يسمعها كل العالم ويسمعها الناس ويصفق لها الآخرون ويتعامل معها بحذر الكثيرون القاكم باذن الله تعالى في مداخله اخرى الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله